جمهور العزيز اهلا وسهلا فيكم، صار لنا كثير منتظرين ومن بدايه شهر رمضان المبارك النص مليون جنيه يفضل معنا لاخر الجوله والحلقه. دكتور هاني حصل النهارده في حلقتنا معاك ان احنا عندنا الربع مليون والنص مليون ورقمين صغيرين، والجوله السادسه هي جوله صعبه هنفتح فيها رقمين ان شاء الله يكونوا صغيرين. اتفضلي يا دكتور. طبعا الموقف بقى رهيب جدا يا رزان دلوقتي، تعالي معايا انا محتاج شويه طاقه ايجابيه. انا وراك وراء كل رجل عظيم امراه. طب خليكي ورا. يلا. موقف صعب ها؟ طبعا. اوكي. نمرة 7 ماجد. تالي يعني النهارده المفروض يدوك رقم صغير يعني ما يخليش الناس تكرهك كلها من اول يوم. المفروض بصراحه انا مش عايز حد يزعل مني خالص. المهم انا هزعل؟ لا مش عارف، حاسس ان العلبه فيها كمبيل. الاول انت عارف العلبه هتتفتح ازاي؟ ايه؟ العلبه عارف هتتفتح ازاي؟ عارف. يا رب ما تتفتحش. طيب افتح؟ اوكي افتح يا ماجد. ان شاء الله رقم صغير. يلا يا ماجد. خلاص خلصوا عيط؟ افتح واحدة تاني؟ أنا عايز افتح حاجة من هنا. افتح تاني. لسه في ربع مليون جنيه دكتور هاني. اوكي. ممكن نفتكر ان هي دي جايزة كبيرة في أيام السنة العادية من دي القنوتي. دلوقتي خلاص هي دي آخر علبة هفتحها وهو بقى ده الكلام، يا إما هنبقى معانا الخمسة جنيه يا إما معانا الربع مليون. صعب. 11 احمد. ربنا يوفقك، شغلك اكثر من كده. زعلانة قوي يا دكتور. انا عاش. ايه كده اللعبة دي؟ ما ترديش عليه. هيقول لي انا وبيني وبينك هرد اقول له هو اصلا بيكلمني عشان هو بيتكلم ليه؟ تفتكر بيكلمنا عشان ايه؟ شمتان. هو شرير. بقول لك البنك ادانا قبل 69300، حضرتك رفضت ودلوقتي عرضك 69 جنيه. اللي هو كام يعني؟ والله شرير. انا قلت مش هيتكلم خلاص. ايه ده كتبها؟ ده انا حتى قلت عشان لو ما كتبهاش اضحك على الناس بعد كده اقول ما اتكلمش ولا ايه؟ يعني كده فضيحة بجلاجل يعني. طب تحبي اغلس عليه واقبل الديل؟ اغلس عليه يعني؟ ما العلبة دي فيها 5 جنيه، لو اشتريتها ب 69 هيبقى مكسب. ها؟ ديل اور نو ديل؟ نو ديل.
مع انه الرقم حلو 69. بس كان جنبه كم صفر اللي قدام مين ده؟ لا ما تفكرنيش يا دكتور، انا والله العظيم انا حاسه ان انت اللي بتوسيني بدل ما انا اللي اكون بوسيك. فداكي يا رزان، فداكي. زي الكلمتين اللي بيقولوهم كلهم، كفايه ان انا قعدت هنا وتعرفت بالناس. بس وقعتهم سودة برضو اللي فاتها عليها الكبير. مروه شو تعملي ايه؟ افتحي. كويس كويس. يعني لو كنا فتحنا مروه من الاول كانت هتبقى حكايه دلوقتي. اوكي معلش. ليت الشباب يعود يوما. لا مش او حاجة. ليت الوقت يرجع الى الوراء. دكتور هاني بجد انا مش عارفه اقول لك ايه، بس اكيد بجد كلنا زعلانين لان وصلت اللقمه للتم مثل ما بيقولوا ببلدي وراحت. يعني انا حطنقت على 69300، ده شعوري خاص هحتفظ بيه لنفسي. حنفتح علبتك رقم 2 اللي فيها 250 جنيه، تستاهل طبعا اكثر بكثير بكثير، تستاهل ربع مليون جنيه. حاتمنى انه انت تلف نص الدنيا الثانيه ان شاء الله، زي ما لفيت النص الاولاني هعرف لفيت النص الثاني. برافو يا دكتور، وطالما انت عن جد عندك فكر نظيف بوزيتيف وايجابي وبتحلم وبتحب الدنيا مش قلقانه عليك. انا مطمنه على حضرتك. ميرسي يا رزان، ووريتك ابتسامتي في الاخر. جميله ابتسامتك حبيبي، تشرفت كثير بمعرفتك دكتور بجد. جمهور العزيز حلقة كتير فيها عبر حنستخلصهم طبعا نحن وياكم، فيها فلسفة كتير كبيرة انه الواحد ممكن يكون بلحظة قدامه نص مليون جنيه وبعدين يكون نصيبه 250. نتعلم من هذه الحلقة اشياء كتير، ولكن مين قال انه بكل الدنيا بنتعلم كل الدروس؟ لعبة الحياة بكرة فيها درس جديد وفلسفة جديدة وربح جديد وتسلية كمان معكم على تلفزيون الحياة. بحبكم وحتوحشوني كتير. باي باي.